بالنسبه للافلام الوثائقيه المغربيه هي زوينه بزاف وسبيسيال، لانها كتقرب الناس الاخرين من الكولتور ماروكان، سواء الاجانب سواء حتى المغاربه كاينين ما كيعرفوش الكولتور كامله. الوغ هي كتعاوننا، كتبيننا، كتعطيو اون فالور زوينه للبلاد ديالنا، وكذلك كتجسد الواقع المعيش ديال المغاربه، وشحال من حاجه كتبين الحياه ديالنا، بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للافلام الوثائقيه المغربيه كيعجبوني بزاف، حيت كيعرفوا بالتراث المغربي وبالجماليه ديال المغرب، بحال هكا كنقدروا نعرفوا بالتراث المغربي بالنسبه لجميع بقاع العالم. وحتى الانسان ملي كيبغي يجي يعرف، بغي يشوف غير شي اكزامبل ديال فيلم وثائقي كيلقى هاد البرامج باغ اكزامبل امودو، يعني هكا كنعرفوا كيعرف بالمغرب شنو هو، الجماليه ديالو شنو فيه. دونك هادشي مزيان، وكيعجبوني الافلام الوثائقيه بيان سور. الافلام الوثائقيه المغربيه هي افلام وثائقيه جد متنوعه، كتجسد المغرب ديالنا، كتجسد التراث ديالنا، وهاد الحاجه هادي اللي فريمون زوينه في الافلام الوثائقيه، لانهم كيعطيونا بزاف ديال المعلومات، كنشوفوا بزاف ديال لي زاسبي اللي ما كنشوفوهمش في الافلام العاديه، وهذا الشيء صراحه زوين، وحيت التقاليد والثقافه ديالنا هي اللي كتخلينا قرب بزاف لو ماروك ديالنا، وما خصناش نبعدوا على هاد ليدونتيتي ديالنا وصافي.